المجلس البلدي المركزي. ظهر أول مجلس بلدي في قطر في أوائل الخمسينيات، وفي عام 1999 عقدت انتخابات حرة لتشكيل المجلس البلدي المركزي. تجرى انتخابات المجلس البلدي كل 4 سنوات. يتألف المجلس البلدي من 29 عضواً يمثلون الدوائر الانتخابية التي تضم أكثر من 230 منطقة من مناطق دولة قطر. يعد المجلس البلدي مجلساً مستقلاً يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. يقوم أعضاء المجلس بتحديد برنامج عمله وميزانيته وتقديم توصيات إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني. يعقد المجلس في الدوحة بصورة علنية اجتماعات عادية مرة كل أسبوعين بحضور ثلثي أعضائه. أخي المواطن، أختي المواطنة، الانتخابات مسؤولية وواجب وطني، فاحرص على انتخاب من يمثلك.